بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد أنا صف تطهير سأشرح لكم في هذه الدقائق المعدودة تقنية من التقنيات المهمة في تحديد الوقت وعملية تنظيم الوقت للدراسة. طبعا هذه التقنية من التقنيات التي كانت سببا في إنجازي لكثير من الأعمال، وأحببت أن أشارك معكم هذه التقنية. طبعا هي تقنية الطماطم أو تقنية البومودورو، وهي سميت بذلك لأن العالم الذي اخترعها عندما كان طالبا في الجامعة كان يستخدم المؤقت الخاص بمطبخه وهو على هيئة الطماطم لضبط المهمات حتى يستطيع أن يبقى مركزا طوال اليوم. طبعا إن لم تكن مشترك في القناة قبل أن نبدأ، يرجى أن تشترك بهذه القناة وأن تدعمنا بزر لايك وأن تكتب أي تعليق تشجيعي لنستمر في مثل هذه الفيديوهات. طبعا في البداية عزيز الطالب، إن هذه التقنية طبعا تقنية تعتمد على تقسيم الوقت لعدة فترات، وهذه الفترات تتراوح لمدتها 25 دقيقة، ويفصل بينهما استراحة. طبعا كيف هذا الأمر؟ نستطيع تلخيص هذه التقنية بخمس خطوات أساسية سأشرحها على عدة مراحل. طبعا هذه المرحلة الأولى وهي كيفية أن تختار مهمة دراسية أو مهمة عملية تريد أن تجهزها. فستقسم هذه المهمة الدراسية، مثلا تلخيص درس، حل أسئلة وحدة، التحضير للامتحان. ستقوم بتقسيم هذه المهمة إلى عدة مراحل. طبعا كل مرحلة تسمى بومودورو، وهي عبارة عن 25 دقيقة. هذا العداد، طبعا ستستخدم عداد، طبعا سنحكي كيف تستخدم هذا العداد. طبعا ممكن تستخدم عداد الجوال، منبه، في أيضا تطبيقات على الجوال تسمى باسم هذه التقنية، تطبيقات على الإنترنت سنتحدث عنها. العمل على المهمة بدون تركيز، بمعنى في الفترة 25 دقيقة ستبعد جميع المشتتات، من وسائل التواصل الاجتماعي، أي عمل آخر، فقط العمل الذي ستقوم فيه وتركز فقط لمدة 25 دقيقة. ثم ستأخذ استراحة قصيرة لمدة 5 دقائق. كل أربع برومودورو، بمعنى كل فترة 4 فترات أنت درستها وهي عبارة عن 25 دقيقة ثم استراحة 5 دقائق، أصبحت عندك نصف ساعة. في المرحلة الثانية 25 دقيقة ثم 5 دقائق، وهكذا. بمعنى سنشرح هذه الجزئية الآن، سنأخذ استراحة طويلة، وهذه الاستراحة الطويلة ستكون مدتها من 1/3 ساعة ل25 دقيقة أو 30 دقيقة. ويهدف هذه الجزئية إلى أنك ستكون فقط التركيز في الدماغ في مدة 25 دقيقة سيكون لفترة ممتازة وتركيزه عالي، فبالتالي ستنجز كميات كبيرة ومن ثم ستأخذ استراحة. كيفية تنظيم الوقت فيها سيكون كالتالي: فتوزيع الزمن مثلا 25 دقيقة، ومن ثم ستأخذ استراحة 5 دقائق، سيصبح عندك 30 دقيقة، ومن ثم سيكون في الفترة الثانية 25 دقيقة، ومن ثم استراحة 5 دقائق، سيكون أصبح لديك الآن ساعة. لو طبعا لو قمت بتقسيم هذه الفترة إلى ساعتان أو أكثر أو حسب ما أنت تريد، ومن ثم 25 دقيقة وخمس دقائق أصبح الآن ساعة و30 دقيقة، ومن ثم 25 دقيقة. في المرحلة الرابعة، يعني بعد 4 فترات، ستأخذ استراحة طويلة وهي مدتها ستكون 30 دقيقة. طبعا الآن سأعيد هذا الشرح بتفصيل، بمعنى طبعا هذه التقنية لابد في البداية أن تختار المهمة، قراءة، كتابة، تحضير درس، أي جزئية ستقوم بضبط المؤقت. طبعا أنواع المؤقتات مختلفة، إما مؤقت جوال أو مؤقت الإنترنت أو مؤقت التطبيق الذي سيكون على التطبيق تستطيع أن تنزله من المتجر، ومن ثم أي مشتت ستقوم بتجنبه، خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي.
توقف عند انتهاء الوقت وسجل إنجازاتك، بمعنى هل هذا الإنجاز قد أديته، وضع صح حتى تصح تحس أنك قمت بإنجاز هذا الشيء. ستأخذ استراحة لمدة 5 دقائق. الاستراحة لابد أن تأكل فيها شيء أو تقوم من مكانك، تتحرك، تلعب رياضة، أبعد تفكيرك نهائيا في عن المهمة. هدف الاستراحة في هذه الحالة هي تجديد انتعاشك، بمعنى أنك ستبدأ عندما تبدأ في المرحلة الثانية ستكون في قمة التركيز، ولأنك في هذه الحالة قد أرحت دماغك لفترة. وطيب من 25 دقيقة هي فترة مناسبة بعيدا عن الإرهاق. أدي العمل للمرحلة الثانية، وكن عندك كل 4 برومودورو كل 4 فترات ستأخذ استراحة. هذه الاستراحة لا تتعلق بالتفكير بالإنتاج، فقط تريد أن تريح دماغك، وكرر الأمر طوال اليوم حتى تنجز هذا العمل. طبعا مع التركيز والمتابعة تستغل وقتك بطريقة فعالة، لكن لن يكون هناك أي إرهاق ذهني. يعني الهدف من هذه التقنية ألا يكون هناك أي إرهاق ذهني في هذه الجزئية. إذا ألخصها مرة أخرى، إذا ستقوم بالدراسة حتى يرن الجرس، طبعا بعد أن تقوم بتحديد المهمات وتقسيمها إلى فترة 25 دقيقة، وعندما ستطلب المهمات التي أنجزتها، ومن ثم استراحة 5 دقائق، تشرب كوب شاي، تتناول، تتابع مثلا الفيس لمدة 5 دقائق، وسائل التواصل الاجتماعي. المهم أن تبعد تشتيتك، ودائما ستأخذ استراحة طويلة بعد كل 4 فترات. كل فترة ستكون 25 دقيقة، وبينهما فترة 5 دقائق راحة. طبعا هذه التقنية من التقنيات المشهورة جدا، والتي كانت طبعا اسم العالم الذي يريد أن يبحث عن الموضوع هو العالم فرانشيسكو، وهو سيريليو. طبعا هذا عالم إيطالي كان عندما استخدم في الجامعة هذه التقنية وأنجز كثيرا من العمل. طبعا نريد أن نركز أنني أهم شيء أن أقوم في البداية بالنسبة لتنفيذ هذه المرحلة أن تحدد المهمة أو الوحدة التي المهمة، والمهمات مختلفة، سواء دراسة امتحان، حل واجب، تحضير، حل أسئلة وحدة، أي جزئية. ثم تضبط المؤقت كل 25 دقيقة، ستأخذ راحة لمدة 5 دقائق، ودائما المذاكرة فقط في مدة 25 دقيقة. يعني عند انتهاء هذه 25 دقيقة ستضع صح على الأشياء التي أنجزتها، ومن ثم استراحة 5 دقائق هذه ستريح ذهنك بشكل أساسي وكبير. وكل 4 برومودورو ستأخذ استراحة طويلة، قلنا ربع ساعة، تلت ساعة، نصف ساعة، حسب أنت ومقدرتك. وفي هذه الحالة ستجد أنك ستنجز كثير من الأعمال، لكن لن يكون هناك أي نوع من أنواع عمليات الإرهاق. طبعا كيفية التحديد، إما أن يكون عندك منبه سواء في الأندرويد، التطبيقات الجوال، أو بريمودورو تايمر، هذا التطبيق على الآيفون، الأيباد لإدارة الموظف، أو بريمودورو وان، أداة خاصة بأجهزة الماك، أيضا بريمودورو تايمر، هذا طبعا على جوجل كروم تم إضافتها لتحديد المهمات. وهذه الطرق هدفها بشكل أساسي هي عملية تنظيم الوقت. يعني أنا المهم عندي تنظيم الوقت بكفاءة، خلق توازن بين الحياة الشخصية والعملية، لأنك تريح نفسك وفي نفس الوقت تبعد نفسك عن المشتتات، ثم ترجع للعالم الافتراضي أو العالم الشخصي، تستطيع أن تنجز في الاستراحات التي كانت 5 دقائق أو الاستراحات الطويلة الحياة الشخصية الخاصة بك، ولكن في نفس الوقت في فترة 25 دقيقة أنت أنجزت كثير من المهمات بعيدا عن المشتتات، وهذا يؤدي إلى تحفيز الإنتاج والإبداع، زيادة التركيز، وتقليل المشتتات. هكذا تكون أنت عزيز الطالب قد أنجزت كثير من الجزئيات والعمل بعيدا عن جميع المشتتات. وهذه التقنية أحد التقنيات المهمة جدا في عملية تنظيم الوقت،
أريد منكم أن تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات هل هذه الطريقة كانت مفيدة لكم؟ هل هذه الطريقة كانت سبب في عملية أن تنجزوا الكثير من الأعمال؟ أنا شخصيا هذه الطريقة من الطرق الكثيرة التي أنجزت بها كثير من المواد الدراسية والتي كانت لها أثر كبير في عملية التفوق الذي حصلت عليه. شكرا لحسن استماعكم، لا تنسوا أن تدعمونا بزر اللايك وأن تنشروا هذه القناة حتى نستطيع أن نستمر في نشر مثل هذه المواد المفيدة لك عزيزي الطالب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.